السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعيد متلاقي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء ستات، ونحن نتواجد ضمن جمعية منتدى ظرف سلطان وضمن مسابقة مدينة تقانت بالنسبة لعصبة مدينة الدار البيضاء، ونشوفوا الأبطال ديالنا وبتوافد عدد كبير من المنخرطين هذا المسابقة، وهي جمع الحمام إلى مسابقة مدينة تقانت. ندير واحد إطلالة الإخوان ديالنا. نعم خويا صافي، والله خويا طريق واسخره خويا. انتما كما كتشاهدوا معنا اللجنه التقنيه عن جمعيه منتدى ظرف سلطان وضمن مسابقه مدينه تقانت وتحت لواء عصبه الدار البيضاء ستاتس. الوجنه فينا مذكوره هما هادو كورة. الله يسخر الجميع. لا ما كاينش مرزوق. الله اخو اسماعيل، الله عليك ابطال ديال المدينه القديمه، الاخ وزنال، الاخ شاكر عبد المجيد، الاخ العلاوي، وجميع الابطال عند جمعيه منتدى ظرف سلطان، وايضا داخل عصبه الدار البيضاء ستاس. الوزنه كيفاش كتشوف هذه المسابقه ديال مدينه تقانت؟ كيفاش غدوز؟ واش ظروف مزيانه؟ لا دوز في ظروف مزيانه ان شاء الله، ويكون الجو زوين والله يسخر الجميع ان شاء الله. داكشي الاخ العلوي، كيفاش كتشوف هذه المسابقه ديال تقانت؟ نسالوا الله السلامه والعافيه باش ما نتصادحوش مع شي جو خايب لدرجه اننا نتلقنا يصدقش وداكشي، والحمد لله يعني حنا كنديروا اللي علينا وكمال الله عز وجل، ويكون الخير ان شاء الله. الله يسخر، الله يوفقكم. اخ شاكر، كنتمنى من الله دوز تلقى زوينه ويكون التنسيق مزيان، يوصلوا في توقيت واحد وما يوقعوش شي مشاكل ولا شي حاجه. نتمنى من الله يدوز كل شيء بخير ولا خير، دوز مسابقه باحسن الظروف. ياك الظروف الله يسخر الجميع. داك الشيء اللي كاين امين المال، ما كاينش شي العاقه ولا والو، موجود العاقه زمو هذا لاباس. كيفاش كتشوف تحل على زمو توافد بعض الابطال عند جمعيه منتدى ظرف سلطان؟ كاين شي توافد المشاركين؟ هاكا باللعيبه. بارك الله عليك، الله يسخر، بارك الله عليك. اخ زمو رئيس جمعيه منتدى ظرف سلطان، تو غيقول لنا شي كلمه حول هذه المسابقه ديال مدينه تقانت. قبل ما نتكلموا على المسابقه، كنبغيو نهنيو الاخ عنيبه اللي رفع رايه عصبه الدار البيضاء وجمعيه الوفاق الى الاعلى بالاعلان ديالو في مسابقه بوجدور. وقبل ما نهضروا على المسابقه، كنبلغوا التعازي ديالنا الاخ ديالنا والصديق ديالنا قمر الضيف الوفاه ديال الاب ديالو. بالنسبه للمسابقه، كنتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى باش تدوز مسابقه ناجحه وفي ظروف جيده، وكنهنيو الفائز من دابا. وحنا راه كنتمنوا على اننا نفوزوا، باش نفوزوا كذلك بالبسطيله. هذا ما كان داكشي اللي كاين، والله يوفق الجميع. الله يسخر الاخ زمو عز العرب، رئيس جمعيه منتدى ظرف سلطان والكاتب العام لعصبه الدار البيضاء ستات، على هذا التصريح ديالو. وكما كتشوفوا معنا بعض الابطال عن جمعيه منتدى ظرف سلطان، وايضا داخل عصبه الدار البيضاء ستات. محدثكم بالعيد متلاقي الناطق الرسمي لعصبه الدار البيضاء ستات. الى هنا نستودعكم الله، وفي امان لقائكم مره اخرى ومع جمعيه اخرى، في امان الله.